من أحكم الأمثال الشعبية اللي أهالينا ألفوها اللي يزيد عن حده يتقلب ضده. ومن أجمل المشاعر الإنسانية هي نشوة الاقتناء والجمع، فرحة الحصول على مقتنى جديد، لبس جديد، عربية جديدة، تليفون، ذهب. وعلى رأس هذه النشوة نشوة اقتناء المال، هي نشوة حلال مباحة من الله سبحانه وتعالى، وهي تعلق من متع الدنيا إلى ربنا أباحها للبشر. ولكن اللي يزيد عن حده يتقلب ضده، هذا التعلق لو زاد عن حده يتقلب من فرحة الاقتناء، اقتناء المال، لخوف، بيسميه علماء النفس الاكتناز القهري. لا يشعر الإنسان بالأمان الكامل والنشوة الكاملة إلا في ازدياد ما يملك، بل يتوقف شعوره بالسعادة والطمأنينة على حجم ما يملك، فيفاجأ بعجزه إنه يتحمل أي نقص أو أي فقد. دولاب مليان لبس مع خوف الإنفاق منه لحسن في المستقبل أحتاج، تكدس اللبس هو اللي بيشعره بالطمأنينة، رغم أن عشر لبسه بس ده اللي بيستخدمه. نشوة عارمة عند زيادة الدخل المادي والأرقام المدخرة في البنوك، مع رعب من إخراج الزكاة أو مساعدة محتاج يمكن في المستقبل أحتاج، وكأن العز صار لا يستمد إلا من كنز المقتنيات والأموال. أهل الله يسموا الحالة دي بالفقر الحقيقي، لأن الغنى الحقيقي عن الشيء لا به، كما قال الشافعي: الغنى أن تستطيع أن تستغنى عن الأشياء، الغنى عن الشيء لا به. فكان العلاج الرباني لهذا الاكتناز القهري والخوف من الفقد آية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. علاج عملي، إنك لو قدرت تطلع من شيء أنت بتحبه أنت انتصرت في هذه المعركة، معركة التحرير، تحرير النفس من عبودية المقتنيات. وعلى فكرة ده بر كبير بتبره لنفسك، إنك تحرر نفسك. فالتدريب العملي هو البحث عن شيء أنت متعلق بيه وتطلع منه، وإنت بتطلع منه أنت بتخرج تعلق زائد بالدنيا من قلبك بل ومن إيدك كمان. وتفهم هنا التركيبة المبدعة للآية القرآنية: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يعني أحسن حاجة عندكم، ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. معنى الآية دي طلع من أغلى شيء عندك، وما تطلعش الحاجة اللي لما تيجي تاخدها تبقى مغمض عينيك من كتر ما أنت مش حابب تبصلها، يعني شيء خلاص هيترمي. لا، ما تطلعش من اللي بايظ هيترمي، طلع من شيء أنت متعلق به. أنت عارف الآية اللي بعدها إيه؟ قال: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. إحساس بالقوة بل وبالأمان إني قدرت أستغنى عن حاجة أنا بحبها. هنا أنا عزي مستمد من الباقي سبحانه وتعالى، مش من شيء يفنى أو يعتري تغيرات الزمان من فقد أو نقصان. مش تتصدق بالحاجة بدل ما ترميها، أنت تصدق بالحاجة اللي نفسك فيها. والله سبحانه وتعالى لا يحتاج لإنفاق الناس، أنا اللي محتاج أن أنا أنفق عشان أتحرر من سيطرة المقتنيات. وكما قال ابن عطاء الله: إذا أردت أن يكون لك عز لا يفنى فلا تستعزن بعز يفنى. خلي عزك بالله لا من كنز المقتنيات. فاللهم يا رب اجعل عزنا منك، وغنانا بك، واعتمادنا عليك، وفقرنا لا يكون في هذه الدنيا إلا إليك.